مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتشترك في القناة باش توصل بجديد الاخبار ان شاء الله كشفت مصادر مطلعة ان السلطات المغربية ستعمل على حظر التجول ليلا في رأس السنة والغاء الاحتفالات المعهودة التي يتم تنظيمها في تلك المناسبة وذكرت ذات المصادر أن الولاة والعمال في مختلف مناطق المغرب تلقوا مذكرة تخبرهم بالعمل على فرض إجراءات أمنية لمنع التجول في الليل ومنع إقامة حفلات رأس السنة، وتجدر الإشارة إلى أن رأس السنة الميلادية في المغرب على غرار أغلب بلدان العالم تشهد إقامة حفلات كبيرة للاحتفال بحلول السنة الجديدة.